بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله أرسله بالهدى والنور أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، هدى به أمة العرب ثم أهدى بدعوته وعلى أيدي أصحابه وأتباعهم فئاما كثيرة من الأمة من الناس، فأشرقت الأرض من نور الهداية. أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد أظلمت الأرض من الشرك والضلال والتنكر لأمر الله جل وعلا وتحريف ما أنزل من كتب سابقة، فاقتضت إرادة الله جل وعلا أن يرسل رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، فشرفه بهذه الرسالة وأنزل عليه ما هو ذكر لقومه صلوات الله وسلامه عليه. دعا الناس لعبادة الله جل وعلا وحده، وكان الناس يعيشون على شركيات متنوعة وثنية ضاربة أطنابها في كل مكان، حتى صار الناس ينكرون بعض أسماء الله جل وعلا، كما قال جل وعلا عن من أنكر الرحمن: وما الرحمن؟ ومكث صلى الله عليه وسلم فترة في مكة يدعو الناس إلى التوحيد أن اعبدوا الله. وهذه الدعوة هي دعوة الرسل قبله، ما من نبي ولا رسول إلا ودع الناس لإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والدين هو الإسلام، جميع الرسل دعوا للإسلام. تميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند الخاص والعام وأهل الكتاب من يهود ونصارى والوثنيين بأنها الأمة الإسلامية، وإذا أطلقت الأمة الإسلامية إنما عني به أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الإسلام هو دين الله كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: من يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وأخبار الأنبياء قبل يقولون عن الإسلام أنهم مسلمون، وفي قصة قوم لوط قال الملائكة: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فمعنى أن الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وإخلاص العبودية له ونبذ كل عبادة لغيره سبحانه وتعالى. وقد عظم الله شأن إخلاص العبادة وعظم شؤم عبادة غيره جل وعلا، فقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني أي ذنب يرتكبه ابن آدم ثم لا يموت على الشرك الأكبر فهو داخل في قوله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن أعظم الذنوب وأسوأها الذي هو الظلم العظيم الشرك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقه. لا شك
لكن كثيرا من الأمور تخفى على كثير من الناس. لما سمع عدي بن حاتم أبوه حاتم طيب حاتم بن عبد الله وكان قد تنصر في الجاهلية، لما سمع قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال قبل أن يسلم إنا لسنا نعبدهم، لا نعبد الأحبار ولا الرهبان. فقال الله صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. فيحتاج الإنسان إلى أن ينظر في ما يواجهه في حياته، قد يقع في الشرك وهو لم يعلم، ثم الوقوع في الشرك يكون كالمنزلق، إذا زلت القدم بالمنزلق ولم يتدارك الله جل وعلا العبد زلت به قدمه إلى هاوية من الهوى، نسأل الله العافية. ولهذا يحتاج المرء إلى أن يتعاهد نفسه في أحواله كلها وتصرفاته، خشية أن يرتكب ما يجره إلى سوء عظيم، ليكثر الالتجاء إلى الله سبحانه والتضرع إليه وسؤاله أن يحفظ عليه دينه، ليقتد بأشرف الخلق وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الصحابة أتخاف وأنت رسول الله؟ قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين صبعين من أصابع الرحمن. إذن أنت أيها المسلم إذا كان أثبت الناس إيمانا وأعرفهم وأعلمهم بالله جل وعلا يخشى على نفسه ويسأل ربه أن يثبت قلبه، فنحن أولى بالخوف على أنفسنا، علينا أن نحرص على تدارك أنفسنا وأن نستعين بالله جل وعلا في سرنا وعلانيتنا، نسأله أن يثبتنا، ونحرص على أن ننظر في أحوالنا، فإن الإنسان إذا وقع في ذنب ولم يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله من الذنب جر الذنب إلى ذنب آخر، فإذا تكاثرت الذنوب ثقلت على القلب، إما أن تميت القلب أو أن تضعف القلب فيكون قلبا ضعيفا لا مقاومة عنده، فتفسد الأحوال كلها في البدن، يفسد النظر، تفسد الغيرة، يفسد السماع، يخوض اللسان فيما يعني وما لا يعني. ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يكثر من التوبة والاستغفار ودعاء الله جل وعلا أن يثبته بالحق، أن يعينه على سلوك الصراط المستقيم، أن يعيذه من الخروج يمنة أو يسرة، لأن الخروج عن الصراط المستقيم سلوك لبنيات الطرق. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم رسم أمرا فخط خطا مستقيما في التراب، ثم خط عن يمين الخط وشماله خطوطا متعرجة وملتوية، ثم قال عن الصراط الخط المستقيم هذا صراط الله، ثم قال عن الطرق الخطوط الأخرى وتلكم السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها
فمن أجابهم قذفوه في جهنم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل من دخلها لا تفضي به إلى السبيل التي خرج منها، إلا إن تدارك الله العبد. وقدرة الله جل وعلا وتصريفه وتصرفه لعباده يتجاوز تصورات الخلق. فلهذا ينبغي للإنسان في كل وقت أن يكرر التوبة والاستغفار، أن يلح بطلب العافية من سائر الفتن. وإذا كانت الأمور قد اختلط فيها كثير من المتناقضات، وكما يقال في المثل: إذا اختلط الحابل بالنابل وأعجب كل أحد برأيه، فليعظم الإنسان الالتجاء إلى الذي يفعل جل وعلا ما يريد، وليتخذ لنفسه أوقاتا ولو قصيرة يخلو بمناجاة خالقه، يسأله أن يمنحه البصيرة التي يعرف بها الطرق المظلمة والصراط المستقيم، ويلح على الله جل وعلا أن يوفقه لسلوك الصراط المستقيم. الله جل وعلا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فينبغي للإنسان أن يخاف أن يكون من هذه الأكثرية، ما دام أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين. يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه الله ينادي آدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فكم الذين يخرجون من بني آدم؟ يخرج من كل 199 أو من كل 1999. فقال الصحابة: كيف بنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، كلمة نحوه. ثم أمرهم أن يسددوا ويقاربوا. والتسديد أن يكونوا حريصين على الالتزام بأمر الله وأمر رسوله. والمقاربة أن لا يغفل عن خير، فإن القلب يصدع كما يصدع الحديد، وإنما يسقى القلب بالأعمال الصالحة. النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف بنا لإصلاح هذه المضغة؟ جزء يسير، لحمة في داخل جسد ابن آدم لها هيمنة على هذا الجسد وتأثير. إذا صلحت صلحت الجوارح والحواس، لا ينطلق البصر إلى ما لا يرضى الله بالانطلاق إليه، لا ترهف الأسماع باستماع منكر من القول، وإن سمع لم يستمع، لأن الاستماع تقصد السماع. صان اللسان كلما هم بأن يتكلم خاف أن يكون في كلامه ما يرضيه. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني أن المسلم إذا ضمن له لله فرجه وضمن لسانه فلم يرتكب في فرجه
بفرجه منكرا من المنكرات، ولم يرتكب بلسانه منكرا، وأدى فرائض الدين، فقد ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وقد قال الله في كتابه: فمن زحزح عن النار فقد دخل الجنة، فقد فاز. أي أن الفوز الحق أن يزحزح الإنسان عن النار، يبعد عنها، وأن يدخل الجنة، هذا هو الفوز. لا شك أن الناس يريدون أمورا يفوزون بها، لكن كل فوز سوى ذلك فما هو إلا أمان أو أمانية لا طائل من ورائها. والفوز الحق هو أن يلقى العبد ربه جل وعلا وهو عنه راض. وكيف ذلك؟ إن العبد لا يقدر على أن يهدي نفسه، فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وربنا جل وعلا أنعم علينا بنعم لا حدود لها، وأنعم علينا بأن فرض علينا أن نستهديه. نحن في صلواتنا كلها لا تصح صلاة واحد منا إلا وأن يسأل ربه الهداية. في الفرائض: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم، ليسوا من أهل الضلال ولا من أهل الغضب، وإنما هم أهل الهداية. والواحد لا يستطيع أن يضع نفسه في ذلك، وإنما عليه أن يتعلق بعفو الله ويلح على خالقه جل وعلا ويكثر الاعتذار منه. الإنسان مهما أدى من العبادات فإنه لا يؤدي حق النعم التي يعيشها. لا أحد يستطيع أن يوفي النعم التي أنعم الله بها عليه حقها. ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم: هل يدخل أحد الجنة بعمله؟ قال: لا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. فنحن محتاجون إلى أن نتعاهد أنفسنا بأن نسأل ربنا جل وعلا أن يتعاهدنا برحمته. والله جل وعلا قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا يقول الإنسان: أنا مسلم وكفى. مجرد مسلم إذا لم يكن معه الشرك الأكبر مآله الجنة، إذا مات على الإسلام الصحيح مآله الجنة، لكن قد يتأخر دخوله الجنة، يحتاج إلى تطهير وأخذ مجازات. فليحرص على التخفف من موجبات العقوبة، وليكثر من محققات المغفرة بإذن الله. ولا يصح أن يتكل المرء على عمله، بل يكون اتكاله على عفو الله ولطفه وحسن توفيقه، وليكن في أيام صحته وأمنه وقدرته على أموره أن يكون شديد الخوف من الله جل وعلا. وأما إذا كان على وشك الرحيل من الدنيا فليكن حسن الظن بالله جل وعلا. النبي يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. متى ذلك؟ عندما يرى الإنسان أنه على حافة الانتقام، يحسن الظن بالله وليمت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربنا جل وعلا يسر لنا أسبابا كثيرة
تعيننا إذا صدقنا في الاستعانة به على اجتياز عقبات الدنيا والسلامة من الخوض في فتنها. والتعرض للمهلكات نحتاج إلى أن يكون أحدنا إذا أراد أن يأوي إلى فراشه استغفر الله جل وعلا وتاب إليه، وليحرص على أن يقرأ شيئا من الورد من الأدعية، وأن ينام على قراءة آية الكرسي حتى يختمها، حتى يصان في فراشه. قد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح وغيره أن من قرأ آية الكرسي وهو على فراشه ونام بعد هذه القراءة لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وليحرص على خروجه من البيت أن يحرص على الأذكار، وأن يسأل ربه جل وعلا أن يحفظه وأن يقيه من التعرض لأسباب الضلال، أو أن يجعله أسباب ضلال الآخرين. فالإنسان مهما كان ذكياً ومهما كان عاقلاً، مهما كان حريصاً على مصلحته، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وابن آدم محتاج لأن يستعين بالله على طرده. ولهذا فإن الأذكار من أعظم الأسباب الدافعة للشيطان. ألم يأتي في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر هارباً، وإذا سمع الإقامة كذلك. إذن أنت أيها المسلم في بيتك تعاهد نفسك بالدخول، ادخل دخول المستعينين بالله المستجيرين به، ابدأ دخول المنزل بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم. تعاهد نفسك في كل الأمور، في طعامك وشرابك، تسمي الله في بدايته وتحمد الله جل وعلا في نهايته. وقد جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يحمد يشرب الشربة فيحمده عليها، يأكل أكل فيحمده عليها. لماذا؟ لأن كل شيء في هذا الوجود فهو من فضل الله وإنعامه. والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول وما بكم من نعمة فمن الله. إذن نحن لا نجلب لأنفسنا نعم، وإنما كل خير يأتينا وكل شر يدفع عنا فإنما الدفع بإرادة الله وتدبيره، وجلب الخير بفضل الله وإحسانه وتدبيره. فنحن بحاجة دائما أن نشكر الله جل وعلا على ما يجلبه لنا من خير، ونشكره سبحانه على ما يدفع عنا من شر، مع اصطحابنا للعلم اليقيني أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أي الإنسان لا يدفع عن نفسه شرا ولا يجلب خيرا إلا بإرادة الله وتدبيره. فله جل وعلا الأمر الخلق والأمر، وله التدبير والأمر والنهي، وإنما على العبد أن يبذل جهده في تقواه سبحانه وتعالى. هذه الفرائض العظيمة التي فرضها الله لعباده، الصلوات الخمس، هي الصلة بين العبد وبين ربه. كثير من الناس يصلي وقد لا يكون حظه من صلاته سوى نصف الصلاة أو الثلث أو الربع، عد النبي إلى أن يصل العشر. الله قال جل من قال من قائل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأينا أن كثيرا منا يصلي وقد لا ينتهي عن كثير من الأمور، فلا ينبغي أن نظن أن الصلاة قصرت عن النهي، وإنما لنجزم أن السبب فينا
النبي يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن لنتعرف كيف كان يصلي عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم علينا أن نبذل جهدنا في أن نؤدي الصلاة بقدر مستطاعنا على وفق ما صلى عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومع ذلك عندما ننتهي نستغفر الله. ربنا شرع لنا حتى بعد هذه الفريضة التي هي أعظم فرائض الدين، بأنها تشتمل على هذه الحركات والأفعال، وتشتمل على الركنين الأولين من أركان الإسلام، تشتمل على الشهادتين، وهي أيضا ركن ثاني. شرع لنا بعد الانتهاء من كل فريضة أن نستغفر الله، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من صلاته نقل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم عنه أنه يقول: أستغفر الله. يقول: استغفر ثلاثا. فقال التابعي للصحابي: كيف؟ قال: يقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله إذا سلم. فكأن الإنسان لما يؤدي هذه الفريضة على أحسن وضع يستطيعه يشرع له أن يقول بعدها: أستغفر الله. يعني ما عبدناك يا ربنا حق العبادة، وما قمنا بما يجب علينا على الوجه الأتم والأكمل، وإنما نستغفرك من التقصير. لعل الواحد من يصلي وقلبه قد خاض في أمكنة متعددة وهو في المصلى، لعله إذا ركع الإمام استغرب ما مضى إلا وقت يسير وركع، وقد يكون قرأ قراءة فيها طول، لكن القلب إذا جمح بقي على الجسد أشبه ما يكون بخشب خاوي، ليوطن نفسه عند هذه العبادة أنه سوف يستحضر مشاعره فيها. أليس يناجي الله جل وعلا؟ أيليق بمن يناجي ربه أن يكون قلبه غافلا؟ لو واجه أحدنا كبيرا من كبراء الدنيا لحرص على ألا يرى عليه هذا الكبير أي أثر يدل على عزوب ذهنه، ونحن في مصلانا إنما نناجي من لا تخفى عليه من سرائرنا خافية، يعلم السر وأخفى. زمننا هذا زمن تكاثرت فيه الصوارف وتعددت مثيرات الفتن وتنوعت رياح الباطل وتهب من جهات متعددة، فالمؤمن محتاج إلى أن يحسن الاعتصام بالله جل وعلا، لعل الله أن يقيه. فكم وكم كم من أناس كانوا يظنون بأنفسهم ظنا جيدا والناس يظنون بهم مثل ذلك، وإذا برياح الفتن تعصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان أنها تدع الحليم حيرانا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا يقول، لا يصح أن يقول أحد إنني بمنع عن ذلك ومن جات. لا، كم من عاقل ذكي بعيد النظر زلت به القدم. إذن لا نجاة إلا بالله جل وعلا، فليكثر الإنسان. ينبغي للمسلم أن يتخذ وقتا ولو قصيرا في الليل يصلي ينير المنزل بنور الطاعة، ويقتدي به بعض من في المنزل ويناجي ربه جل وعلا، يلح على ربه أن يغفر له،
يلح له على ربه أن يصلح له ما أعطاه من ذرية وأهل، أن يبارك له فيما أعطاه من صحة ومعرفة وأهل ومال وولد، يستجير بالله جل وعلا في كل أموره، ويعتذر من الله جل وعلا عن التقصير. فكما مر مهما كان الإنسان عابدا مجدا فهو لا يفي بحق نعم الله عليه، لأن توفيق العبد لطاعة الله هذه نعمة جليلة هي محتاجة إلى الشكر. فتجد الواحد الموفق لا ينفك عن القيام بأنواع الشكر للمتفضل عليه بكل خير الدافع عنه كل شر. الآن أسترسل في الكلام حتى لا أكون ممن يصح في قول ذاك ما رأنا أقول إلا معادا معارا أو معادا من قول، لكني أوصي نفسي وأوصيكم جميعا بتقوى الله جل وعلا في السر والعلانية في مختلف تصرفاتكم في حياتكم في وظائفكم في أحوالكم في بيوتكم مع أهلكم. لا بد للإنسان أن يكون له زلة أو زلات ليكثر من أن لا يتوب أن لا يبيت إلا على توبة. أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم ربما عدله أصحابه في المجلس الواحد الاستغفار أكثر من 100 مرة، ويقول أن أصحابي يتوبوا فإني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لا يدري الواحد منا هل قبل له عمل أو لا. فليكثر الواحد منا من التوبة والاستغفار، وليكثر من تعاهد نفسه ولو لحظات محدودة في منزله، يصلي وترا 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو أكثر، يحرص على الوتر. وأفضل ما يعد الوتر آخر الليل، أن يعد آخر الليل. ومن خشي أن لا يوتر أول الليل آخر الليل فليأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما في الحديث الصحيح، يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت وما عشت، أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. أذكر عن هذه 3 كلاما قصيرا. الإيتار قبل النوم لمن خشي أن لا يقوم فهو من صفة أهل الحزم. إن استيقظت آخر الليل وأحببت أن تصلي صل، لكن لا توتر. إذا أوترت قبل أن تنام واستيقظت آخر الليل وعن لك أن تقوم تصلي، تصلي شفعا 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو ما بدالك، لأن قيام الليل لا حد لأكثره. وحديث عائشة لم يصلي في رمضان ولا غيره سوى 11 ركعة، هي ذكرت أنه صلى أكثر من ذلك كما في صحيح البخاري 13، لكنه صلى الله عليه وسلم يطيل الوقوف يقرأ كثيرا. فإذا بقي على الركوع يوم صار يجلس يصلي جالسا، فإذا بقي على الركوع 40 آية قام أتى بها، فلينظر الواحد كم قرأ صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فهو يصلي 11 أو 3، لكنه يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع، تقول يرفع ثم فوقف وقوفا نحوا من ركوع. لكن لا أقول علينا أن نفعل هذا، من فعل هذا فقد أحسن بدون شك،
ومن اجتزأ بأداء ركعات فمن الأحسن أن يقرأ على الأقل 3 ركعات غير الراتبة التي بعد العشاء. الراتبة ينبغي للواحد أن يتعاهدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ 10. إذا كانت 12 فإن 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر. وإذا اكتفى 10 ركعتان قبل الظهر. ليحرص الإنسان على هذه الفضائل. ركعتين الفجر الضحى يقول صلى الله عليه وسلم يصبح على ابن آدم في يعني في كل يوم 60 و300 صدقة، على كل واحد أن يبذل هذه 60 و300 في كل يوم. فقال الصحابة ليس كلنا يجد ما يتصدق به، قال إن بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، بكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ودلالتك على الطريق صدقة، وذكر أشياء. ثم وكفك أذاك عن الناس صدقة. وقال ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى، أي أن الواحد إذا صلى ركعتي الضحى أجزأت عنه ما كان واجبا عليه ببذل 60 و300 صدقة، أسباب خير عظيم شرعها الله لنا. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يصلح لنا ذرياتنا، وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يصلح كل من تولى أمرا من أمورها، وأن يوفق ولي الأمر في البلاد وأعوانه لحراسة هذه الملة وصيانة أخلاقها وحمل الناس على ما سار عليه السلف الصالح في أخلاقهم وعقيدتهم وتعاملهم، وأن يوفقهم لإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون ذلك كله منهم ابتغاء مرضات الله، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يذل الكفر والكافرين في كل مكان، وأن يصلح حال المسلمين، وأن يرينا في أعداء الإسلام عجائب قدرته، أن يشغلهم في بلدانهم عنا، وأن نسلط عليهم أنواع المحن والمصائب، وأن يجعل أهل الإسلام في كل مكان بمنأى من كل ذلك، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكشف ضر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البلاد المبتلات بظلم الكافرين، فهو جل وعلا القادر على كل شيء، كما أسأله أن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان لتعظيم شرعه جل وعلا وصيانة التوحيد وحمل الأمة على التخلق بالأخلاق الإسلامية، وأمر النساء بالتزام ما كانت عليه نساء المسلمين في سالف العهد، وأن يكبت كل داعية ضلال وناعت في شر عاجل غير آجل، إنه مجيب الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.